نوع شويه نعطوا نكهه واحده اخرى لهذ الفرصه. والرئيس تاعنا ربي يشافيه ان شاء الله راه عطاه الفرصه باه يلم الشم الجزائريين وما عطاش الفرصه للعدو باه يشتت بيناتنا. هذه هديه لولاد نايل. الخلاصه نتاعها نشكر فيها ولاد نايل النايليه والنايلي والخروف والبيت وما الى اخره. هذا المقصود من هذا بسم الله اثل الجلفة يعني وليت الجلفة اسلامي ويا اثل الجلفة فلا ونشفا ولي فقط نزار عيات نعيان لون السن الحفا الشر صغر ونفا تمني من هنا الجزائر يعني تمنوا لهنا الجزائر عيات الخير ذخر في السعادة شحال لي خفي غير يبقي وروني روا الضيف عندكم دايم شبعان في الزربية فوق الصحار سيس فيها كسة صبار الفاحة فيها تزرر البلدة شو يسوى أنا الخروف شحال يسوى معتها هو كل شيء ذي الصحراء يهملوا لي وسوش طاري بنا وخامي وسدواسي نبغى نفاد تحت البيت اللي نحوس عليها كاع لقيناها مقدر الزرفي ثيولي وذكوي خير يباد وغرمي الفنان الزخر اللي نفاد هذا نحكي على خبز بالله ذي الجلفة غرامي زمو النمارو يري فسد شعشعة فاتر زداث الصيف شبحاني زمو ذي ثموري دي ثمورتي وقفاني زمون أول نتوسني غسل الأغراض الجلفاء تموت نتسوب هذا الدين دي ثمورة أحد ورسيت شبير الفراق بدون سلمود يعني الجلفاء بلاد نتاع الدين والتوبة قيمة ذي هنا عيثنا يرد الخير إن شاء الله هاد يفل أنا قديش وخدمة كرث يعني تهلا وخدمه مترقدوش حضرت المال ذي رحل السيس ربي يكون يحمل لابد داهم تلو تنويث بالخروف رب العالمين نشتيكم لأنكم تهليتوا في الخروف هاو قد يستان لا سلام نول نسان لا الفرح نولون دي ثويت الفهمات مسنية لقيناه في مناسبة نتاع الفرح هذا المحبة التقماس نهجاون وظلوظام ولا شاسون الكثار دي فسن معناتها اليوم فرحنا كاع مع بعض وان شاء الله ثمرة اخرى ان شاء الله ربي يشفي الرئيس تاعنا ونشكر ولاد نايل وتحيه بلادي وتحيه ولاد نايل كاع.